إذا مشاهدينا مشاهدين الصفحة الرسمية لقناة شو تي في، صباحكم مبروك، نهاية أسبوع سعيدة للجميع إن شاء الله. الله يفاجئ علينا يا ربي في هذه الأيام السعيدة. يعني الحمد لله فاش كتشوف فاس بأن الحالات مبقاتش كتسجل بزاف، هذا كيدل الحمد لله بأن الناس ديال فاس ملتزمين. كنتمنى يعني بحكم يوم الأحد الناس مازال ناعسة، يعني كيفما كتشوفو ديال الأجواء الصباحية على مدينة فاس. أختي مريم بارك الله فيك، تحية الناس فرنسا، تحية الناس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، توحشنا المساجد توحشناهم والله، يعني يا ربي هز علينا هاد الجائحة وترجع بيوت الله تعمر إن شاء الله. سلا ولات بؤرة، إيوا الحمد لله تبارك الله تعالى وملينا. نجدة صباح الخير اختي، اختي مريم كذلك المغرب توحشكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، تزول هاد الجائحه ونرجعوا ان شاء الله لحياتنا الطبيعيه. هادشي راجع طبيعه الحال، الالتزام مدى الالتزام ديالنا ان شاء الله. الناس اللي ما خدامش خاص تبقى فيديوهات عندها، ما تديرش في المقهى ما وي راه غير يوم الاحد كلشي صباح ناعس طبيعة الحال فتيحة. يعني من خلال هاد المنهجية ديال البث المباشر المشاهدين كنحاولو نوصل لكم الصورة بالمباشر. اللهم ارفع عنا البلاء والبعداء ان شاء الله يا رب. كانوا وجدوا فاس خديجة اختي ما فهمش، صباح الخير والحمد لله على كل حال. الملكة كذلك بارك الله فيك، صباحك مبروك، تحية لكم من اسبانيا يا مصطفى فايز، تحية ليك وتحية للجالية المغربية فيما كانوا. كنت وجدو في حي النرجس اختي شكون احسن. يعني دائما كما كنقولو مشاهدينا بان المصير ديالنا بين يدينا، نحاولو ان شاء الله نلتزمو وما بقى قد ما فات ان شاء الله، ترجع الحياه الى طبيعتها. وصباحكم مبروك، كنتمنى تكونوا في افضل الاحوال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.